كان وقت احس بنفسي بقول الصدق فنان ذا كان اكثر. طيب بيسكلي كفنانين، مو بس الفنانين، حتى الفلاسفه والعلماء عبر العصور من افلاطون الى علماء اليوم يفكروا دائما بمعنى الفن، تعريفه. الى الحين مستحيل تلاقوا تعريف واحد للفن، بس في النهايه اكتشفت انه كل واحد ممكن يكون له تعريف لنفسه. بالنسبه لي الفن، التعريف فنه هو الرمزيه، اعطاء الرمز لاي شيء يخليه عمل فن. يعني انا ممكن هذا الصندوق هو مجرد صندوق ديكور للمسرح بالنسبه لنا كلنا، لكن مثلا ممكن اعطي له معنى انه هو عن الفراغ او الحدود او الصندوق اللي احنا نحبس نفسنا فيه دائما كبشر وخليته ارتوك. ليش نلجأ للرمز؟ ليش لما تحكي شيء تقولي مثلا هذاك اليوم صار لي كذا 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 كذا، ومن خلال المثال هذا تعبر عن مبدأك في موقف معين بدل ما انت تتكلم عن المبدأ في الاصل؟ لان الرمزية او الامثلة او اعطاء اي شيء معاني كثيرة يسهل لنا الوصول للحقيقة، نلاقي نطالع في الاشياء بأبعاد مختلفة من جهات مختلفة، فذا الشيء يخلينا نشرح أو نوصل لأبعاد صعبة بالنسبة لنا شرحها بالكلام. هذه الأشكال الأساسية في الهندسة، المربع والمثلث والدائرة. الدائرة إذا خليناه شكل هندسي حيكون شكل سداسي. معانيهم أو رموزهم في الفن الإسلامي، المربع معناه الطبيعة أو المادة، الأشياء الملموسة. المثلث هو الوعي البشري، أحاسيسك، أفكارك، وعيك كإنسان. والدائرة أو السداسي هو البعد. ما حد قال الجنة غير أنا، بس أنا أعتبر الجنة أو الجحيم أي شيء عالم ثاني ما نقدر نشوفه ما نقدر نلمسه هو بعد آخر، فالجنة هو بعد آخر يرمز له الدائرة. إيش علاقة هذه الأشكال بالفن الإسلامي؟ الفن الإسلامي أو الزخرفة الهندسية الإسلامية بالتحديد، أو زي ما تسمى الأطباق النجمية، تتشكل أو تتبني على شبكات هندسية. هذه الشبكات الهندسية تتكون من هذه الثلاث الأشكال فقط: المثلث والسداسي والمربع. قوانين الأشكال الهندسية والأطباق النجمية هي التكرار والتوازن والتقابل والتوافق. التكرار، تكرار الشكل عشان يعطي الطبق النجمي. التوازن، توازن الأشكال، توازن الألوان، توازن المعاني. والتقابل هو السيمتري، يعني الانعكاس، كل شيء في اليمين ينعكس في اليسار وكل شيء فوق ينعكس تحت. والتوافق هو توافق العناصر، يعني مستحيل تلاقي مربع وجنبه معين وجنبه مربع بعدين فراغ ما له معنى، كل شيء يتوافق، يعني يدخل في الشكل الثاني زي البازل. نرجع للشكل، ايش رمزية هذه الأشكال؟ ايش رمزية هذه الشبكات؟ ليش يتكرر؟ ليش يتوافق؟ ليش يتماثل؟ إذا شرحنا على آخر شكل الباترن اللي مبني على شبكة مربع، سبب المثير للاهتمام والمدهش في الفن الإسلامي إنه تكراره لا منتهي، يعني طريقة انتظامه إنه إذا أخذت المربع هذا، يعني أنا أعرف مثلاً في البداية المربع اللي بالأسود هو المربع اللي ترسم أول شيء، لكن لو أخذت نفس هذا الحجم حق المربع وحركته في أي مكان ينصف أي شكل وعدته حيطلع نفس الشكل ثاني. يعني لو أخذت المربع الأحمر وكررته حيطلع نفس الباتن، لو أخذت المربع الأخضر حيعيد نفس الشيء. الفكرة هي إنه إحنا منطقياً عارفين إنه في مربع بدأ بي الفنان أو المصمم اللي سوى الباتن بدأ فيه علشان يصنع هذا الطبق النجمي، لكن يمكن لو شفناه كامل حيكون صعب تحديده إنه إيش هو أصلاً الطبق النجمي، لكن إحنا مؤمنين به منطقياً إنه هو موجود. زي ما إحنا نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فهو يرانا. فهذه رمزية اللانهائية في الأشكال الهندسية الإسلامية. على اليمين هي قوانين الفن الإسلامي عموماً، وعلى اليسار قوانين الأشكال الأطباق النجمية اللي تكلمنا عنها قبل.
رمزية هذه القوانين بالنسبة لي شخصياً هي أن ألاقيها كثير فينا إحنا كبشر. تكرار تصرفاتنا، تكرار أحداثنا في الحياة، يعني حياتنا كلها عبارة عن دائرة لا منتهية في تكرار تصرفاتنا، تكرار أخطائنا، تكرار الأحداث عندنا، بتوازن صفاتنا، نحب ونكره، ناخذ ونعطي، نحيا ونموت، تقابلنا، توافقنا مع بعض، حتى لو إحنا متضادين لكن كل عنصر في المجتمع يتوافق ويكمل عنصر ثاني. هذه النجمة الثمانية أو هي متكونة من مربعين. هي أول شكل إسلامي عرفت رمزيته. أول مرة كنت أعرف إنه هذه الأشكال ما هي بس أشكال حلوة، أشكال actually لها معاني ثانية، لها عوالم ثانية ممكن نعرفها. كنت جالسة مرة في كافي شوب مع صحباتي، وجاء واحد وقعد معنا وقعد يكلمنا عن هذه الأشياء. بالنسبة لي أنا كان غريب إنه إيش قاعد تقول، إيش يعني إنه من فين طلعت هذه الأفكار الغريبة، الأشكال هندسية بس. بعدين استوعبت إنه هي مواضيع علماء كثير تكلموا عنها وكانوا يمثلوا فيها أشياء روحانية ممكن توصل للإنسان بطريقة أسهل من لو أنا كتبت لك كتاب كامل عنه. مثلاً النجمة الثمانية لها رمزية توازن الطبيعة مع الإنسان. مثلاً الشكل المعين هو أربع العناصر اللي تصنع منها العالم: الماء والهواء والنار والتراب. والمربع هو الإنسان، الأحاسيس وطبيعة الإنسان وروحه ورغباته جسده. هذه الأشياء تنطبق على العناصر الطبيعية، مثلاً عقلك هو النار، روحك هو الماء، مشاعرك هي عفواً روحك هي الهواء ومشاعرك هي الماء. فمن هنا استوعبت إن أنا ما أعرف أشياء كثير. أنا الحقيقة اللي أنا كنت أعرفها طلعت يمكن ما هي الحقيقة وما هي بس الحقيقة الوحيدة. قرأت كتاب أنصحكم تقرأوه، هو الأسفار الأربعة لصدر الدين ملا. يقول فيها إنه هذه الأسفار الأربعة، كل سفر هو كتاب منفصل: السفر من الخلق إلى الحق، والسفر من الحق إلى الحق، والسفر من الحق إلى الخلق بالحق، والسفر بالحق في الخلق. منها استوعبت باختصار إن الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة النهائية، الحقيقة اللي كلنا نبغى نوصلها بكل تصرفاتنا بكل أعمالنا. لكن الطرق إلى الله ما هي واحد طريق، الطرق إلى الله هو طريق كل إنسان ماشي فيه. يعني حتى لو أنت تحسي بأنك أبعد ما يكون عن الحقيقة، أنت في النهاية هذه طريقتك أن أنت توصل للحقيقة. يمكن هي دي الحقيقة اللي لقيتيها، أنه ما في حقيقة، أنه ما في واحد جواب صح. أن أنت في سلام مع نفسك، أن أنت عمرك ما حتلاقي الجواب، هو طريقك إلى الله. انعكاسك في المراية هو الحقيقة، هو اللي موجود، إذن هو الحقيقة. التكرار في الفن الإسلامي أو التكرار في كل شيء، طقوسنا في الصلاة مثلاً عبارة عن باترن مكرر: 5 صلوات، 4 ركعات، سجدتين، أدعية معينة نكررها الصباح والمساء. أي شيء فيه تكرار يصنع أبعاد أخرى، يوديك في مكان ثاني. علشان كذا مثلاً ننشد للأغاني اللي تكون طويلة مثلاً ويكون بس فيها لحن، تلاقي نفسك في نهاية الأغنية فجأة كذا أوه خلصت، لأنها طويلة وبتتكرر فيها الأنغام والألحان كثير، توديك لأبعاد أخرى، توديك في مكان أنت ما أنت مستوعبتي، ما كنت حاسة فيه. أوكي. هذا أول عمل عملته، العمل اللي قالت مديحة وراح المتحف البريطاني في لندن. الأحمر إذا ما كان موجود هي كلمة جنة وكلمة جحيم منطبقتين على بعض عشان يصنعوا النجمة الثمانية اللي تكلمنا عن رمزيتها قبل. فالفكرة هي أنه أكثر الأشياء المتضادة تصنع التماثل إذا كنا في سلام معها، إذا قدرنا نحن نطابقها مع بعض، إذا قدرنا نحن نقدر الكره للناس اللي فينا قد ما إحنا نقدر حبهم حنكون في سلام مع نفسنا. إذا قدرنا فشلنا قد ما قدرنا نجاحنا حنصير في سلام، حنقدر نمشي في الطريق علشان نلاقي الحقيقة حقتنا. عشان أختصر الموضوع، أنا ما ححط كل أعمالي، فحطيت أول عمل وآخر عمل. فهذا آخر عمل لي كان في أثر جاليري،
هو تمثيل لآية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وفيها أول قصيدة هي قصيدة حب، وبعدها قصيدة رثاء، بعدين قصيدة حب وقصيدة رثاء، بمعنى أنه سبحان الله كيف ربنا زي ما أخرج الحي من الميت وخرج الميت من الحي يخرج فينا الحب، زي ما بعد الكره وبعد الكره يحط فينا الحب ثاني. أخيرا في درس تعلمته مرة مهم من كل الأشياء اللي مريت فيها، هو أنه الإنسان دائما لازم ينزل من مكانته. يعني أنا إذا حسبت في يوم من الأيام أنه أنا فنانة مرة رهيبة وأنا بس أحط في جاليريز وأنا مو في أي جاليري حأحط، لازم في النهاية أرجع لأصولي، لازم أخذ تايم أوت وأنزل من قدر نفسي عند نفسي. فطريقة أن أنا أحط هذا التوازن في حياتي أنك أنت تكوني فنانة وفي أماكن كبيرة، وأن أنا أكون أنزل وأشمر وأشتغل في الشارع، هو سعودي ستريت آرت. اللي يمشي في الشارع، أنا عن نفسي أحب أمشي في الشارع حتى لو أنا في السعودية، دائماً أشوف أعمال عبارات مكتوبة في الشارع وكلنا ما نحبها ويضربوا بوايا فوقها، بعدين استوعبت إن هي حركة أوريدي سايرة في الشارع، يعني نتعامل معاها يا يعني نعمل نفسنا وإحنا شايفينها وهي تزعجنا. فتوثيقها كان أحسن طريقة إن إحنا نستوعبها، إن إحنا نقرأ المجتمع من خلالها. فعشان كذا بدأت مشروع فن الشارع السعودي في 2012. الحمد لله هذه السنة عملنا أول معرض فن شارع في السعودية، كان في البلد، وهذا كان عملنا دوكيومنتري، إن شاء الله حيكون حيطلع قريب أونلاين. أخيراً الاختصار هو مقولة لسارتر: كونك لا تنتهي أبداً فهذا يجعلك عظيماً، وأنك لا تبتدئ فهذا قدرك. شكراً.